Hello everybody, article afia, guten tag, bonjour. So, continuing, course mechatronics. Dr. Tariq Tunji. And I'm going to talk about Arduino, which is part of the mechatronics course. عشان اخذنا controller example هو الأردينو. To see how we're going to control a mechanical system. So, راح ناخذ هون interface مع temperature sensor. We're going to use serial port عشان يبعث information للكمبيوتر. We can use analog channel لحساتهم sensor اسمه TMP36. رح نحول نكتب برنامج بسيط حول من سلسيس لفارنهايت. So بشبك الأردينو مع الكمبيوتر عن طريق ال USB. بشغل السيريال مونيتور هون. Pins 1-2 بالأردينو هم من basically transmit receive. These pins can be used for serial communication. راح ابعث بس عم ببعث داتا فقط للكمبيوتر. It's got nothing to do with the temperature sensor, but I'm sending the information للكمبيوتر. So again, من المحاضرة الماضية حكينا في عندي analog input. الانالوج input هم من هدول. A0, A1 ل A5. هاي analog input. So I'm gonna put the sensor, to hot the temperature sensor in one of those. مش راح استخدم reference, default راح يكون عندي 5 فولت. راح استخدم analog read. ولما اقرأ بعرف it's gonna go between 0 and 1023 عشان مستخدم 10 bits حكينا المحاضرة الماضية. So let's see how we're gonna connect it. So what we have here TMP36 and Arduino connection. خليني استخدم full screen هون عشان استخدم البوينتر تبعي pen. Okay, so let's see what we have here. أنا حكيت راح استخدم TMP36. هيا TMP36. اوكي. هاي شكله. It's a circuit. Temperatures. It's IC. شكله زي الترانزستور. You know? But it measures temperature. So عندي هون شبكته مع زيرو. لاحظ شبكه مع زيرو. جاي لهون شبكه مع زيرو. وهاد واحد من الثلاث رجلين، واحد منه رايح لهون، واحد رايح لما تروح، واحد رايح للبلس، واحد رايح للزيرو وبلس 5 فولتس. عنده ثلاث رجلين هذا التمبريتشر سنسر. النص بيروح للبن A0 ربطه، وحاطط يعني واحد ربطه مع الزيرو فولت والخمس فولت تبع الأرجيو. نطلع على ال الديت شيت تبعت السنسر هاد بيحكي لي اذا ناقص 10 راح يقرا لي 400 ميلي فولت كوز ات ذا اند هون راح يعطي فولتج راح يقيس فولتج هون راح يعطيك فولتج بناء على التمبرش عم بقيس اذا صفر بعطينا 500 10 بعطينا 600 اوكي اذا مطلع هاي معناته ذس مينز عندي 10 ميلي فولت بير سلسيس بس بي عندي 500 ميلي فولت اوفست كيف عملت عرفت انه في عندي 500 فولت اوفست اي واضح لما يكون التمبر صفر عم بقرا 500 فولت. بعدين كل ما يزيد 100 فولت هون زاد 100 فولت هون على هاي صح؟ زاد 100 ملي فولت، ال 100 ملي فولت شو اعطتني؟ اعطتني 10 سلسيوس. زاد كمان 100 فولت هون صار زائد 200 ملي فولت 700 اعطاني 20 سلسيوس، معناته كل 10 ملي فولت كل 10 ملي فولت بعطيني 1 سلس او كل 100 ملي فولت بعطيني 10 سلسيوس ديجري معناته كل 10 ملي فولت بعطيني 1 سلس في عندي اوفست 500 هلا ليش هدول مهمين عشان نشوف كيف راح نبرمج عشان قد ايه انت راح تقرا فولتج طب كيف راح تحول فولتج هاي للتمبرتشر بناء على الداتا شيت تبع السنسر اللي عم بستخدمه if you want more information about temperature sensors ارجع لمحاضرات في محاضره كامله شرحت different kind of temperature sensors that we use. So it's very simple code هلا راح استخدم كود راح يقرا سلسيوس ويحولها ل يقرا سلسيوس ويحولها لفارنهايت. So هاي الشبكه تبعتي حطه هون رايح على A0 عم بقرا فولتج تبعته الفولتج هاي بدي احط له علاقه مع السلسيوس بعدين احول لفارنهايت. So شيء عندي الفويد سيرب هون بس عم بعمل سيرب بس للكوميونيكيشن شانل عشان انا حكيت اول بلش
المحاضرة حكيت أنا رح أبعث الكود للسكرين، فأنا رابطه هون مع اليو اس بي. It has nothing to do with the sensor. Again, ما علاقة بشو بيعرف بقراءة السنسر، بس أنا بدي أخذ القراءة تبعتي وأبعثها للسكرين. That's all. Loop. But this is the main program. This is the loop. بس لاحظ في عندي two more loops. Two more functions. Or subroutines that I'm gonna call. هذا gets the temperature. هذا convert temperature to Fahrenheit. This one is called from here. So عندي flow temperature C get them. What does get temperature? لما نشوف get temperature بروح للسبروتين تبعه أو الفانكشن. This is what it does. لما أحكي له convert بروح له. All of those serial begin 9600. البود ريت تبع الكوميونيكيشن هون فقط بحدد البود ريت تبع الكوميونيكيشن بين الكمبيوتر وبين الاردوينو at 9600 بود ريت. بعدين سيريال برنت بعمل برنت للتمبرتشر سي القراءه من هون. اوكي سي اول اوف ذوز، بس انا ببعث للسكرين عم بقرا تمبرتشر سيلسيوس. تمبرتشر سيلسيوس بعملها برنت سيريال دوت برنت عم بطبعها على السكرين. وهون بعدين ببعث برنت، لاحظ في عندك هدول كوتيشن عشان يحكي لك اتس gonna write degrees celsius، وبعدين بحول التمبرتشر لفارنهايت برنتد وبعطيهم. اوكي سو اول اوف ذوز basically هاي وهدول وهدول ما لهم علاقه بالانالوج ديجيتال كونفرجن، ما لهم علاقه بالتمبر سنسر. ذوز كوماندز موجودين بس بحكي لك انا الفاليو بدي اخذها وبدي ابعتها على السكرين. اوكي ذاتس ات. المهم عند الثانيين هاو دو اي ريد التمبرتشر او هاو دو اي كونفرت تو فارنهايت. خلينا نشوف. So float, it's a float. مش integer عشان temperature يمكن يكون any value. الفولت اللي بجيبها يمكن يكون 2.1, 3.4 and so on. So it's not an integer float. Temperature, get temperature is a subroutine أو a function. There it is. شو بتعمل؟ عرف integer اسمه reading. Reading راح analog write. بدي يقرأ البن temperature pin. شو temperature pin؟ A0. عشان أنا رابط. رابط هذا محل ما بقرأ رابطها مع A0. So I'm gonna read it. Read it. بعدين شوف. I wanna change it the voltage. شو الفولتج بتساوي؟ Whatever I read. Reading جبته هون. شوف. Reading جبته هون. ضربته بخمسة. قسمته 1024. ليش ضربته بخمسة؟ عشان بحكي عن رينج تبعي من 0 ل 5 فولت. ليش قسمته 1024؟ عشان الريزوليوشن تبعي كان من 0 ل 1023. عشان تذكر الفاليو اللي بقراها هون من انالوج ريد بين 0 و 1023 فبقسمها على 1024 الماكسيمم. بس اخلص هاي حولتها انا كل اللي عملته حولته لفولتج. الريدنج اللي بقرا عشان انا ام gonna read رقم بين الصفر ل 1023 مسكت الرقم هذا حولته لفولتج 1023 مسكت الرقم حولته لفولتج. هلا بدي احوله لشو؟ بدي احوله للسلسيوس. انا بعرف 10 ملي فولت بالسلسيوس وبعرف في عنده اوفست 500 فبدي احول الفولتج هاي لا temperature. Voltage ناقص 0.5 هي الأوفست ضرب 100 اللي موجود عندك هون بالإكواشن فوق بالضبط. هيا ناقص 500 ملي فولت الأوفست هاي الأوفست 500 حكينا عنها ضرب 100. ليش 100؟ 10 ملي فولت بير سلسيوس. اوكي حولتها لفولت. اوكي ضربتها هون 100. سو عم بقرا هون سو اند ويت ريتيرن ات ويل ريتيرن ذس فاليو ات ذا اند ات ويل ريتيرن ذس. سو ذس فاليو هي حولتها لسلسيوس ريتيرن هون هون
بترجع عندي بالtemperature سيلسيوس. next بدي احولها ل فارنهايت. convert كيف بتconvert؟ well معروف السيلسيوس بضرب بالتسعة تنسى 5 زائد 32. this is a well known equation كيف احول من 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 سيلسيوس لفارنهايت. so there you go, this is a simple example that I used. كيف بقرا الانالوج temperature؟ بقدر ابعته للكمبيوتر وصار عندي موجود حولته لفولتج. انت تقراها ك بيت بين الصفر و 1 او 3. this is what analog read does. معناتها جوا حولتها لفولتج. بعد ما حولتها لفولتج حولتها لتمبرتشر. اوكي ثانك يو فيري ماتش فور تيونينج ان و نيكست ويل توك اباوت موتور كنترول. سلام شكرا جزيلا.